ابو عمر. حبيبي ايش جايب لنا معك؟ جايب لك صندوق من رزق الحوار. والله ايش فيه له؟ شوف ايش فيه له جوا. ما شاء الله ما شاء الله، كانه فيه له حاجات حلوه جوا. فيه له احلى شيء واحلى سمك ان شاء الله هتشوفوه في الجبل باذن الله. باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. اليوم عندنا فلوك من نوع اخر، يعني حنكسر الروتين العادي، دائما نطلع رحلات صيد رحلات جيجينج، هذه المره حنسوي لكم فلوك عاد نبص ان شاء الله فيه باذن الله. خليكم مع الاحداث وعيشوا اللحظه. ان شاء الله هنا الشباب قاعدين يجهزوا السنارات. ايش تسوي يا شباب؟ نكسر الرده هذه. تمام. فبعد ما نكسر الرده هنا مع كابتن ابو صدران قاعد يكسرنا الرده، وبعدين نبردها عشان نتاكد انه الرده ناعمه على الاخر. تمام تمام، يعطيكم العافيه. استرايك ما شاء الله تبارك الله مع ابو صدران. ايش تتوقع؟ الدوقي دوقي سمد ان شاء الله. الحين طلع لنا واحد دوك تونه، يعني نوريه شغله هناك ايش حيصير. الله ما شاء الله زي ما توقعت وخمنت. ما شاء الله تبارك الله، الحجم المطلوب عشان السر اللي حنقول لكم اياه بعدين ان شاء الله. الحجم المطلوب باش ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله بصدر. يا مرحبا. لازم تعطينا طريقة ربط المصفر. طبعا انا ما اتكلم عن مصفرات العادية، نحن نتكلم عن مصفرات ال 300 وفوق. حلو. طبعا هنا السنارة لو تبى تسوي بالمصفر يمديك يعني تمسك لوف. يعني حتورينا الجهة الصعبة. ايه، فالمفروض انك ايش؟ تحط السنارة في نفس الدوار عشان لما تجي تلف الدوار ما يقدر يبرم الدوران كامل. يعني اول حركة لازم نلف الجزء الزايد هذا. ايه، عشان تقدر انك ايش تثبت هذا يكون مشدود. يا سلام. فتقدر بعدين ايش براحتك زي كذا تبرم يصير الدوار ثابت. شوف ثابت الدوار مهما لفيت ثابت في السناره. طيب يصير دحين حنرجع نفس ربط السناره اللي هي المشنقه. حلو. يصير لما ندخله هنا نسحبه يصير نرجع مره ثانيه نبرمه عكس. عكس هذا نفس السنارة هذه. هذه تكون القفلة خلاص تكفيها. يا سلام. الحين يعني بعد ما وقفنا ورسينا وظبطنا المصفر وربطناه وكل شيء في القسم وصلناه، جينا للعبة اللي طلعناها في الجيم طبعا. يا سلام. ايش هذه العلامات اللي هنا يا اخي؟ نجرب السكين. بعد نقصها من الجزء العلوي عشان ندور الاشياء دي كلها. طب اهم شيء نشيك على السنارة. ايه اهم شيء نشيك على السنارة، الخطة تمام، الردة رايحة، صفرناها عشان نفك السنارة بسهولة. يلا نقول بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا كنا نتكلم عليه الدم. عندنا الشكر. يا سلام يا سلام يا سلام. الحين بعد ما خلصنا تنفيذ اللعبة شيكنا على السنة بالمجاز اللي
يا سلام ايش الطلب؟ جبت لنا الحي يلا الحقوا يلا جيب الثاني يلا 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 الحقوا قبل ما يموت. ورينا كيف يسبح فايز. يلا بسم الله حبيبي لا ترجع لك طويل. وهنا هزمك القرش. كيف يا استاذ عبد الرحمن؟ الله معول خير ابو سدران على السحبه الجميله اللي راحت منك. ربي دعسه. شوف كيف مصفى. هذا اللي بعده. شوف كيف بس. لكن حنجيب. اليوم ما نحن يا هو. ان شاء الله بدي. اليوم اكشن. زين. يلا. قاعد ينتع. تو. ابو داحم ايش صار؟ كان حزام فايز فكر شوف قاعد ياكل امسك خذ الحزام لبسه لدحمي رجع قاعد ياكل شوف كفو لا قطع لا حول ولا قوة ايش فيه جن دول اللي بعده لا ادينا الربع الديل بعدين شويه كمان بس يلا يا ربي كريم يا ربي كريم هذا الحين نشوف حيدر حيجيبه ولا ما راح يجيبه يقول ان شاء الله يجيبه يلا سلم بالله يلا ارمي هذا موي ها شكله هذا وراء مصاب ها ايش تتوقع ابو علي يو هذا مو راضي يطلع فوق اربع راسه شدوا قرش الجمرك والله اللي تحت ما يرحمون الله عليك ابو علي لا يرد افقع عينه قاعد يردوا خوف على القصب مره قاعد يردوا عليك بسم الله باذن الله حيطلع يا الله يا كريم سلم راح القطعه فين الله راح القصبه كامله من العقيم يلا يعوضك الله ردت البيع ليش لا تعليق كم تتوقع وزنه 40 50 كيلو ايش تعليقك دحين اليوم غشنا اليوم نجيبه والله طقطقوا علينا لكن ان شاء الله تجيب صغيره وتصفق تسحب احسن يلا هذه اللعبه هنا عند الاوفر ريد التريباله لا في شوف الدم الدم بسم الله 1 2 اكشن هذا اللي يتكلم عنه يا
شباب مو راضي يوقف صلاة على النبي. قطعوا ليش؟ مصفر قديش؟ مرة متين 350 قديش؟ مرة متين مصفر. ايوه طيب وفروا له. شوفوا جا. ايش؟ كم كبير؟ والله تعب عام. والله. يا ولد من ورا معدوم صح. شوف. صلاتي على النبي يا ابو علي. والله قروش والله صح. والله. ايش جبناه؟ ادينا كلمة كذا. كان جاي ثمت. وراح أربعة خمسة قروش شفتهم شفتهم في اثنين تحت. يا ريت انه صوروا بالفيديو بس الحين اللي حنسويه حننحر الثمت. نعم نضف لحمة السمكة من الدم اللي فيه. حنفتح حنعد اول خيشوم ثاني خيشوم ثاني خيشوم بسم الله. بسم الله ادي الله 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 بيض الله وجهك. بعد فشل محاولة حيدر محاولة عبد الرحمن التحدي عنده بسم الله ان شاء الله. شوفوا كمية الجروح اللي فيه له. واحد اثنين ثلاثة هنا شوفوا جهة الديل كلها مع العضة جروح اللي هنا. فايز شكله صغير هذا يا فايز. والله قاعد متجمرج يا مدير تضربه ما يكون فك رمال هذا بارك الله بارك الله تقل تقل حزام فايز. ايوه قص طلع عيب يا سدران قاعد عيب انا اللي انقص يا هوي صار يا ما تشكلت يا سنارة يا الله فرط هذا هذا يا رجل دحين يبغى تدور سنات راحت. طيب الحين بتنزل السنارة اللي انفكت السنارة جديدة نقول بسم الله نزلة جديدة حجيب بإذن الله. عارفين يا ابو سدران هذه المحاولة يوم كم؟ يمكن الثامنة ولا التاسعة. دعس اسمع اسمع الردة لا تخليه يرد ارفع 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 لا يرد لا يردك لا يرد. سيدتي سادتي يقترب الينا الى مركبنا. القروش لما تقرب زي كذا تركب الدراج شوية طيارة تعطيك ردة وسخة فلازم تركب الدراج لو رد يكون سلامة لك ولعدتك وما يقطع فيك. شو تتوقع نوعه؟ وايد دبشة ابوه. الله طيب ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو القش هذا هو القش لا تنسون من البيضات. حلو جبناه وتعبناه طبعا لازم هو شيء نتعب قبل لا نسوي الحركه هذه عشان نضمن انه ما يسوي لنا اي خطر. هذا هو حاول تخليه على بطنه الحين نبغى الزراديه الكبيره نار بدون ردة عشان لا يتجرح وينعدم كاسرين الردة بس الربط من باب السيفتي يعني فكينا منه سنارة خلاص دحين ايش يتأكد من صحته انه تمام الله عليك خلاص راح رجع
على الغزير. فنان حافظ على البيئة. هذا حيله تكمل صغير ولا ليش؟ ان شاء الله خمس صوبه صحي هذا لسه في يرعون شباب. نحاول ان نفك السنارة بطريقة سليمة بحيث انه ما نأذي اللي في البوت ولا يتأذى القرش نفسه. ايش نفك؟ بين صوت. يا سلام عليك. كفو كفو. عرفتك يا ثمد حبايبنا. خلصنا الصيد والاكشن اللي صار معانا والتقطيع والبهدل اللي بهدلتني اهل قروش. خلصنا الفقره الاساسيه الصيد والحين الفقره الاخيره في رحلتنا اللي هي حتكون الطبخ. الان مع فقره الطبخ وهنا الرز المصري مع الزبده. الخضار جاهزه للطبخ. ولكم أن تتخيروا الطعام. خش عليها باش. على سيدنا محمد. يلا 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 بسم الله. يعني ارفع العيش هذا بالكريمه. يا سلام. الصليب. السمسم. السمسم.